ميديا خطبتها باخر الشهر على وسام، عشان هيك عم تعمل شوبينج. لا لا تقولينها. وليش بقى؟ انت مجنونة؟ انا مجنونة؟ اسمحي لي انا اكلمك كذي بهالطريقة، بس بصراحة انا ابغي مصلحتك. مصلحتي انا؟ حبيبتي انت فنانة نجمة كبيرة، يعني حلم، يعني حرام ترتبطين الحين. بس يا صبوحة، هي ووسام بيحبوا بعض. يخلي يحبون بعض لين ما يشبعون، هذا شيء ثاني. بصراحة أنا أشوف إن تو الناس يعني على الارتباط. طيب ليش؟ يا ميديا يا حبيبتي، كل نجمة حلم كل المعجبين اللي حواليها، يعني مثل النجمة اللي في السماء، كل الناس ما تقدر تطولها، لكن متى ما نزلت الأرض وارتبطت يعني خلاص تبخر هذا الحلم، يعني تحولت من كائن فضائي إلى كائن أرضي عادي مثلها مثل أي أحد. إيه؟ خليك حلم، خليك فوق في السماء، تو الناس تنزلين الأرض لاحقة. إيه بس هي ما حتتجوز هلأ، يعني بس خطبة. إيه يعني معناها ترتباط بعشو. يعني أنا هلأ برأيك كائن فضائي؟ أنتي قولي لي الحين ليش عبد الحليم حافظ مثلا هذا العندليب الأسمر ما ارتبط؟ قولي ليش؟ ليش؟ وي سميحة ذكريني، إن شاء الله براوي صوري بعد مع عبد الحليم حافظ في البيت. عنجد؟ سميحة كملي كملي صبوحة، ليش العندليب الأسمر ما تجوز؟ قلتي لي شفتي، لأنه هو كان عارف إن ثلاثة أرباع جمهوره من المراهقات والمعجبين فيها ذيلة اللي يسمعون أغانيه ويلسون بس يحلمون فيه، عارف إن إذا نزل على الأرض وارتباط خلاص يعني ما في فايدة، فقد جمهوره هذيلة كلهم، لذلك هو كان ذكي، كان يبغي يحافظ على جمهوره هذيلة المراهقين، لذلك تم فوق فوق ما نزل على الأرض. مظبوط. علشان كذي أنا أبغي مصلحتك، سمعي كلامي، خليك حلم مثل عبد الحليم حافظ ولا تغلطين غلطة اسمهان. شو مشروعكم اليوم؟ رايحين لعند ليان على السنتر. إيه والله تعالوا ويانا. لا خلينا، نحنا صعب بدنا نعمل شوبينج لأنه. صبحتي خلينا نمشي. أوكي أنا وايد تشرفت بمعرفتكم، وإن شاء الله عاد أشوف الصبايا مرة ثانية كلهم. أكيد ونحن تشرفنا. يلا مع السلامة. باي باي صبايا. باي باي حبيبتي. هاي ايه شوفي شوفي. لا انت عن جد صار لك شيء؟ شبك وين صفنتي؟ شو ليكي؟ لا انا خايفة عليكي، خليني اطلب الحساب. بليز اكسكيوز مي ذا بيل. هذا اللي صار معي بقى، شو رأيك انت؟